من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة تحت موضوع يهم كل مسلم، موضوع يتعلق بأسس ومقومات جيل الإصلاح، وذلك من خلال سورة عظيمة جليلة، ألا وهي سورة هود. لا شك أن كل مسلم يحز في نفسه ما نعيشه أو ما يعيشه المسلمون، ليس فقط في فلسطين بل في شتى بقاع العالم. المسلمون الآن يعيشون استضعافا ويعيشون ضيقا وشدة الله أعلم بها، وجريمتهم أنهم مؤمنون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي يجعلهم. فيحتاج المسلم في هذا الوضع، في هذه الحال، إلى شيء يتمسك به ويكون دليله وسط هذه الظلمات. كنا أجل نأمر إلى التغيير، نأمل من الله أن ينزل عذابه وعقابه بالظالمين. وجدنا أن لو كانت معنا عصا موسى يفتح الله تبارك وتعالى بها على أيدينا، أو أن ينزل ربنا جل وعلا أي آية يعذب بها الظالمين، هذه أمانينا. ولكن مع الأسف كثير منا يجهل أن الله تبارك وتعالى قد وفق هذه الأمة وحباها بآية عظيمة، آية هي أشتراها في دهم، آية من آيات الله، آية خالدة من شأنها أن تغير المجتمع المسلم من سوء إلى حسن، ومن ضيق وشدة إلى فرج. هذه الآية هي آية القرآن. احنا متفقين على أن الإنسان الحمد لله فيه خير ويأمل شيء حاجة ليصلح بها المجتمع، شيء حاجة لتكون بداش يصلح بها المجتمع، لكن مع الأسف الأفكار تختلف، ويقع تجاه هذه الأفكار شروط تؤمن الإنسان يحلم، بل أحيانا ربما قد يتراجع إلى الوراء فيتصور أشياء لا تليق بمقام الربوبية ولا بمقام الألوهية. تكون عند الإنسان شي أفكار، حتى أنه بعد مرة يقول واش حنا نفعل الحق، يقبع الأطراف المقابلة هي الحق ونحن على الباطل، فأنا أجل أن تضيع كثير من الناس. إحنا المنطلق تاعنا دائما هو كلام الله، ما عندناش شي كلام تاع
شيء بشر على وجه الأرض الذي يخرجنا من هذا الضيق، الذي يخرجنا من الضيق ومن الشدائد هو كلام الله. بغينا نكون مصلحين ونكون صادقين في هذه الدعوة، ارجعوا لكلام الله، ارجعوا لكلام الله. وقلت لك غادي يكون المنطلق تاعنا اش هو؟ سورة هود، لأن هذه السورة توافق الأجواء التي نزلت فيها، الأجواء التي نزلت في هذه السورة توافق الأجواء التي نعيشها نحن الآن. هذه السورة نزلت وقت الاستضعاف ووقت الشدة، فأنزل ربنا هذه السورة بمثابة التثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نرجعوا يا ترى كيف نصلح من أحوالنا؟ كيف نصلح من أحوالنا؟ هل الإصلاح معناه أننا نخرج ندير الشعارات وكذا والمظاهرات؟ هذا قد يقول به الله، لا أحد من كلام الله، ما الذي يقوله ربنا جل وعلا؟ الله جل وعلا يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر، انتبه معي، المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون يعني يتمسكون ناسقين في كلام الله تبارك وتعالى. القرآن هو نفسهم، يتحركون بالقرآن، يعيشون بالقرآن، يتعاملون بالقرآن، ما تتفقوش معه كما تفيده لفظة الشيوخ، يعني آخذين الكتاب بقوة، وكما تفيده الباء الداخل على الكتاب. والذين يمسكون بالكتاب يعني ملتصقين به، ما عندهمش شي حركة ولا سكنة ولا شي فعل إلا ودليله في ذلك هو كلام الله تبارك وتعالى. والذين يمسكون بالكتاب، إذا هذه أش صفة من صفات أش دوك الناس اللي بغيو في المجتمع. وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة ماشي كيديروا الصلاة يصلون، لا، يقيمونها. أقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى، أش من صلاة التي هي أش مقامة. وأقاموا الصلاة، انتبه معي، الذي يتمسك بالقرآن وتقيم الصلاة حق القيام، هذا صالح ولا مصلح؟ المقتضي بيت قال عبد الدين هذا أي باش، إنا لا نضيع أجر الصالحين، لأن المصلح مش هو الصالح، الصالح هو صالح في نفسه، مصلح لا، صالح في نفسه ومصلح لغيره. المقتضي في هذا ايش بيت قال؟ إنا لا نضيع أجر الصالحين. واحد شاد في الكتاب وشاد في صلاته، هذا راه صالح. الله قال إلا المصلح. وكأن ربنا جل وعلا يريد أن يقول لنا هنا أنه يا من تريدون الإصلاح، بيتوا ايش؟ بيتوا العز يرجع للإسلام وأهله، بيتوا المجد، بيتوا السلطان، أن لكم ذلك وأنتم عاش على غير جادة. ما يمكنش المسلمين قاضي طريق غير طريق القرآن، ويرجون عاش، يرجون النصر، يرجون العزة، يرجون الغلبة على أعدائهم اللي هم عاش أذلهم الله. إحنا دابا المسلمين أمرنا آل إلى عاش أننا تحت أذلة أذلهم الله بنص القرآن وغضب عليهم، يعني احنا ولينا في واحد المستوى الله المستعان باش نخرج راسي باش نطلع نفسي. اصلح من نفسي بعد ذلك غاجج ادعاء الاصلاح. ولذلك غادي نرجع لسوره هود، غادي نرجع لسوره هود، مطلعها اش؟ الف لام را، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انت في نظرك هذا المطلع الصورة الآن جاية تعالج واحد الواقع اللي هو مجروح. سيدنا بلال فيه تعذب، مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم تأكلون عصا يشردون، حتى إن أحدهم جل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟
ألا تدعو الله لنا؟ واش ما شفتيش هذا الغم اللي أصابنا؟ بل لم يسلم منه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سورة هود جاءت بعد أن توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان له ريد أن يحوطه، وبعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها ذاك الريد اللي هو في الخارج واللي هو في الداخل إن شاء الله يهنيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعت الشدة وتجي الصورة ما طلعهاش كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. ماذا هذه المقدمة؟ ربنا جل وعلا يعرفنا بقيمة كلامه، لأن الآن يتكلم مع الناس أو ترى المسلمين خصهم يرجعوا لكتاب ربهم. الناس الآن تستضعف تقتل تشرد، الآرامل والعرب تنتهك والأطفال تقتل، وهو تيقول لك رجعوا للقرآن. هذا كلام باطل وربط ماشي كلام. ولذلك ربنا جل وعلا جاء في مطلع هذه السورة ليعرفك على قيمة هذا القرآن، وأنه من لدن حكيم خبير. ذاك الذي تقاتل به هو ربك، يستحيل أنك تصلي بلا كلام، يستحيل. بغيت تقول شي ترقية في القرآن ماكاش، راكي تتلاعب. ولست صادقا في دعواك. لذلك جاءت هذه المقدمة لتعرفك قيمة هذا الكلام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. شكون اللي قال مستطعون من لدن حكيم خبير؟ حنا دابا اش عايشين في وطن تيتسمى المغرب، صدر واحد الكلام من الملك، كلام فيه من القوانين كذا وكذا وكذا، هل يسوغ لاحد ان يخالف؟ لا، انت عايش في واحد الرقعه وعندك واحد الشبهه ضيقه وتنتقل واحد الجو الى جو، يعني كاين واحد ما عندكش واحد الرؤيه اللي هي متسعه. فلذلك حينما ياتي الكلام من الفوق تيكون عنده مدلولو تيخصكاش تدوقو. اذا من لدن حكيم خبير، اذا والذين يمسكون بالكتاب، لان عرفت قيمتاش الكلام تاع الله تبارك وتعالى. الامر جد ليس بالهزل. ولذلك الله تبارك وتعالى بيقول مقابل هذا الامر: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الخلف لم ترد إلا في موطن في القرآن. خلفنا ورث الكتاب تتنعروا كذا إذا كان شعل الدنيا وما معاكم تتلعبوا به. وخلف الناس أضاعوا الصلاة، ذيك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، لا هذا أوصاف عشان ولا ضدها. خلف الناس ورثوا الكتاب، مع الأسف ما بدنا فيه كشف جود، احنا ما بدنا فيه كشف جود، جينا لقيناها مجددة. الصحابة رضي الله عليهم دعانا، وكل واحد اللي يحفظ الآية خصو يمشي لبلاصة بعيدة إلى غير ذلك، احنا لقيناها مجددة، ورغم ذلك نتلاعب. لذلك نيلت الآية: أفلا تعقلون وأقاموا الصلاة فخلف من بعدهم. شوف حنا مع الصلاة والإنسان بقاش غير والنصر عن اليهود أنا لنا ذلك. والله ما رجعنا للعقول الصح إلى هادشي كله لعيب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل بربك أنت الآن ما ترحمش على الصلاة، ما تفيق حتى 8 الصباح صبح بلا وخبر كان خبر كان ما عندكش حد من القرآن تخرج لاش للمجتمع كما جات تلقى معاها، وفي الخطتهاش ربما يبان لك شي مشهد لو بقات بكي وتأثر. أين يضحك الإنسان على نفسه؟ الإنسان يضحك على نفسه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ضيعوا من الصلاة. تسلم في ماذا؟ شو دابا الآن المؤذنين، شوف مالي مع حوانتهم، شوف مالي الأعمال مع أعمالهم. ذاك اللي مزيان فينا تيخلي لها حتى العشيه، جمع لك الظهر وعصر وجمع لك المغرب وعشاء، هذا اللي مزيان. واحد فئه عريضه من اهل الاسلام فينا هما في الصلاه وهم فيه. اذا اضاعوا الصلاه، طيب ضيع الصلاه اش بيتبع؟ علاش اش بيتسب عليه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. اش تلقى
قد يفهم كلام، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لذلك يا عباد الله، يا من تريدون التغيير، أول حاجة أجل تمسك بالكتاب. ولذلك في سورة هود قد يكون الصراع محتدي بين الأنبياء وأهل الباطل. تبدأ هذه الصورة بأول حاجة، وهي أجل قول الله تبارك وتعالى للنبي، ولا القرآن تحكي لنا، تقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية من لقائه إنه الحق من ربه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. انتبه معي، هذه الصورة تقول في الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من أسس ومقومات جيل الإصلاح أن يكون على بينة، ولا بينة تستمد إلا من كتاب الله، ولا بينة تستمد إلا من كتاب الله ومن كلامه سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الصورة هي صورة هود، نزلت في هذا الجمع تشير أول ما تشير إلى أن المسلم ينبغي أن يتمسك بكتاب الله، فهو مصدر البينة والقوة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، اسمع، فلا تك في برية منه، فلا تك في برية منه. هل فلا تك في برية لم ترد في القرآن إلا مرتين، في طلعاش صورته وفي الخب، وكأن ربنا جل وعلا يقول لهذه الأمة، هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة الآلية المستضعفة: إياكم أن يحدث لكم شك في دينكم، أو شك في باطني، أو شك في كفري وبطلان أهل الباطل. جوج الحويش تخصكاش تنسبيه، تكون تعلمين من الأمر تاعك أنك على الحق وتشك من الأمر. وهذا الشيء الآن كشفت واش الوقائع، سقط القناع وانكشف الغطاء، فتبين الحرب هي حرب إسلام وكفر، ما فيها لا هنا ولا حتى حرب، هاش كفر وإسلام. إذن من خلاص، من الملجأ؟ بغيت نغير، بغيت نصلح، بغيت تكون على بينة من أمرك. إياك أن تشك في أنك على الحق، لأن مصدر القرآن من لدن حكيم خبير، معلش. طيب وهذا واش يمكن شي مقاربة؟ يمكن. فلا تك في مرية منه، فلا تك في مرية منه، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. جوج، يعني أن تعتقد أنك على الحق والطرف الآخر على الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. من مقومات وأسس جيل الإصلاح تمسك بكلام الله والثبات على المنهج، وأنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. ولذلك هذه البينة ستتردد في هذه الصورة كثيرة، رجع على لسان سيدنا نوح، على لسان صالح، على لسان شعيب. تقول سيدنا، تقول الله تبارك وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. نرى بأن واش الإنسان موطي القوة، أنا تتبلي أنت جعما وتدعو تبلي أنت جعما وتدعو تبلي، يعني في ريالة ما فتتبليك. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم، قولوا أنتم أيضا، قال يا قوم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، لن أزلزل عن منهجي وعن عقيدتي وعن مبادئي، لا أحد يعتقد إنها مصدر وكلا مضى من لدن حكيم خبير، فكيف أشك فيها؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت، وفي قراءة فعميت، لأنه بس إحنا تنشوفوا
تبدينا أشتي بدكم، إنما هو العبا من الله لهؤلاء. فعميت عليكم أنسبكمها وأنتم لها كارهون. وكذلك قال صالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وزعما أنت لأن كل زعما أنت رجل مزيان وكذا، كيفاش وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب؟ أنت في شك، لكن أنا لا. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، اسمع، وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ أنا عاش وآتاني منه رحمة. وكذلك قال شعيب: قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا. قالوا: يا شعيب أصلاتك ولا أصلواتك تأمرك، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، فترة الاستضعاف الشدة العذرة، إياك أن تتزعزع. عندك كن ثابت، كن ثابت على أمرك. والعجيب أن هذه الصورة اللي هي صورة هود اللي فيها بالنعاش، الدعوة إلى الثبات على منهج الله، وأن تكون على بينة من أمرك، وأن تكون على بينة من باطل أهل الباطل، تجي صورة هود وتتلقى فيها أش لم يذكر أش البينة على لسانه. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا. شوف هو ماشي قال أنا على بينة، لا هو لاحظ أن البينة ستنتج موقفا إحنا محتاجين لهذا الآن، وهو التحدي. ولذلك سميت هذه الصورة باسمه، لأنه كانت تسمى بصورة نوح، لأن القصة تاع سيدنا نوح ذكرت لنا ثلاث أضعاف من القصة اللي هي إذا ما وزنت أو وزنت بقصة هود. هنا قال: ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله، قال: إني أشهد الله واشهدوا تحتي، واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف تحتنا، وكأن تلك البينة اللي كنا تنظر عليها الآن هذا هو النتاج تاعها، وهو أن تستشعر بأن معك القوة التي لا ترى، وهو أشرف بالعالمين. من دونه فكيدوني جميعا، اجمع العالم كله، احنا في هذا الفترة محتاجين لهذا المعتقد، أن الإنسان يقوي عقيدته، يقوي عقيدته بالله تبارك وتعالى. ولذلك في سورة الأنفال اللي هي تتكلم عن الاستعداد للحرب، الله تبارك وتعالى لم يتكلم عن الاستعداد المادي أول أمر، وإنما تكلم عن الاستعداد النفسي اللي هو الأصل الحرب، واللي الآن يحاول أش المجرمون أش يهدموا وسط أهل الإسلام، لأن إحنا صرنا أش بمنأى عن كلام الله. ولذلك مطلع هذه السورة هي سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال كي نديرو تنقسموها، قل الأنفال لله ورسوله سدنا أو ببيت عيش كواب النفوس، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. واش المسلم اللي موقن في الله وموقن في النصر تاعه بدا تيشوف شي حاجة من الأمر الدنيا لا يسأل الله إياه؟ ولذلك الأصل هو الإنسان اش يتغذى إيمانيا، تكون عنده عقيدة، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن من مقومات ومن أسس جيل الإصلاح التمسك بالقرآن، إذ هو مصدر ثباته ومصدر عزه أن يكون على بينة من أمره، أن يكون على بينة من أنه على الحق، وأن يكون على بينة من أمره من أن غيره على الباطل. فلا تك في برية منه، فلا تك في من عند القرآن، فلا تك في برية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ولذلك جاء التحدي من سيدنا هود لقومه، لأن البينة قد أثمرت هذا التحدي، وأن الإنسان وصل على المستوى اللي يقدر أجل إلا قدر الله كان شي جهاد ولا شي حاجة تبقى الإنسان تعب على المدى التعب. لكن إحنا دابا الآن تيقول لك الناس الجهاد وبينا نديرو، والإنسان لا يستطيع أن يجاهد نفسه، إيش يدير فمه؟ ما يتكلمش باش بخور المسلم، ما تيقدش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه. كيف الإنسان لا يستطيع يشد فمه على الغيبة والطعن في عباد الله والطعن في العلماء والطعن في كذا؟ لا يستطيع، وتيقول لك أنا بندير. إذا فالقضية معاشر المسلمين تحتاج إلى تربية، تحتاج التربية، تحتاج أن ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى، تصحوا كلام الله. إذا ناس فمصدر البينة هو القرآن، هذا الشيخ أشهر الذين يمسكون بذلك. طيب أقاموا الصلاة، غادي يجي في نهاية السورة: وأقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، يلا تبارك وتعالى فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا الخط الله تبارك وتعالى في أمرنا الجئ الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر لجأ أشغل الصلاة، لأن الصلاة هي تلك الصلاة، تلك الصلة بينك وبين الله. والإنسان بتكون دائم الصلة الله تبارك وتعالى نتيجة شنيا من دونه فكيدوني جميعا، من دونه فكيدوني جميعا. ولهذا حتى في سورة يونس لما اشتد البلاء على قوم موسى اش قال لهم؟ واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. ملي كل انسان بهذا المستوى يمسك الكتاب يقيم الصلاة خلي البقية على الله تبارك وتعالى. ولذلك ستأتي بعد هذه السورة سورة ستأتي سورة يوسف التي تزرع زادا وأساسا في القلوب والثقة بالله. خليها خليها، واخا تتبالك هي نازلة سيدنا يوسف تعدى وتفق على باه ونحوه في البير ودخل السجن وتهمده في الخراج، جاء الفرج من حيث لا يحتسب، رؤيا رآها الملك فكان سبب الفرج. لذلك الله تبارك وتعالى ما غاديش نوليو حنا شديدين اش اللي بغا يدير، اللي علينا حنا نديرو ونخليو الله تبارك وتعالى يدبر الامر تاعو. راه النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به، لأنه غادي يقول لك شي واحد وكيفاش كنا كذا وامتى بغينا ندخلوا البيت المقدس وامتى شي ماشي مشكلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، كان هذا إذان بأنه الإسلام خصو يكون هو الدين على الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أول حاجة بدأ بها شنايا؟ بدأ العمل، فهاجر إلى المدينة. علاش؟ على البراد، على جليل تما بدأت الخدمة. هل فتح بيت المقدس في عهده صلى الله عليه وسلم؟ هل فتح بيت المقدس في عهد أبي بكر؟ لا، وإنما لم يفتح بيت المقدس إلا في عهد عمر، حتى تعلم رحمك الله أن
مربط الفرس والقصد أن تكون على الجادة. أن تكون على الجادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتحلت عينه أش برؤية بيت المقدس وهو يفتح. لم تكتحل عينه باش يقولنا أش اللي علينا إحنا، ويكون الإنسان أش على الجادة ويدير ذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى، شيء ذاك الشيء اللي باش اللي بالدماغ تاعو، لأنه هذه العواطف راه لا تقدم ولا تؤخر. ولذلك صدق من قال العواطف عواصف. وكاين مع الأسف الآن الناس يحسبون على الدعوة وتهيج هذه العواطف ويضعونها في غير موضعها. يعني تقول الإنسان يبدأ بصلاة تقدم بعدها وبدأ بقرآن وينتهج. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ولكنكم قوم تستعجلون. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.